السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنحاول نشوفو كيفاش نقراو الشيمة إلكتريك ديالنا اللي تتكون فيها لي زادريس والروبير ديالنا. دونك اليوم غيكون واحد الفيديو اللي مهم ومهم بزاف بالنسبة للإلكتريسيان. إلا كان تيعرف يقرا الشيمة إلكتريك مزيان تتسهل عليه مثلا نسبة ديال 70% في المشكل. دونك اليوم تحاولوا تتبعوا معنا باش نفهموا البرانسيب ديال كيفاش نفهموا الشيمة، ماشي كيفاش نفهموا الشيمة، ماشي كيفاش نلقاو روبير. دابا كاين جوج حوايج، كاين مسألة كيفاش نشدو الشيمة بيننا وبين الشيمة، كيفاش نفهموها، اش تعني لنا الشيمة، اشنا هما هذوك لي زادريس، اشنا هما هذوك الأرقام، ماشي كيفاش مثلا عندنا واحد الروبير في الارموار وكيفاش نلقاو في الشيمه. دابا كاين جوج حوايج، كيفاش نفهم الشيمه بعدا، عاد كاينه الطريقه الاخرى اللي ان خصني مثلا عندي واحد الادريس في الكابل في الارموار وتنبغي نعرفو في الشيمه. دونك هنايا غنحاول بعدا المرحله الاولى نعرفو كيفاش نقراو الشيمه. اهم حاجه نقراو الشيمه. برينسيپ ديال الشيمه راه يعني برينسيپ واحد، واخا يكون الشيمه باي لغه باي يعني لي سامبول تيكونوا سامبول، كاين اختلاف بالنسبه لي سامبول امريكان ولي سامبول اوروبيان، يعني كاين شي حوايج، ولكن توت فاسون كاينه لهجه وحده اللي تيقدروا هما يصوبوا بها الشيمه، يعني بالنسبه للكوموند بالنسبه للبوسونس بالنسبه يعني ما يهمناش واخا تكون تايلونديه واخا تكون ما عرفتش باش تكون. مهم اهم حاجه هو المخطط ديال الشيمه، كيفاش نفهموا هذوك الارقام اللي قلنا لي زادريس المسائل. حاولوا تبعوا معنا ان شاء الله اليوم باش نشوفوا هذه المسائل. اوكي، عندنا هنا واحد الشيمه ديال واحد الماشين، ماشي مهم اش من ماشين ولا اش دير هاد الماشين، اهم حاجه اي ماشين عندها الشيمه، اهم حاجه هو كيفاش نعرفو نقراوها، وكيفاش مثلا اشنا هما تيعنيو لنا بالرموز اللي تيديرو بهذوك لي زادريس وبهذوك الارقام اللي تلقاو مثلا في الخطوط ديال الشيمه والمسائل. دونك حنايا عندنا الباج الاولى، ديما هاد الباج هو مثلا تنقول المعلومات اللي تتكون مختصه بالنسبه لا ماشين. اول حاجه تكون هو الطونسيون مثلا الامبيراج ديالها، لا بويسونس، الطونسيون ديال الكوموند، طونسيون ديال البويسونس، يعني تيكون كامل وشامل. دونك مثلا بالنسبه لهاد الشيء اللي عندنا حنايا طونسيون دو بويسونس هي 400 فولت، مثلا الامبيراج عندنا 80 امبير، الفريكونس 50 هرتز. بالنسبه للطونسيون اوكسيليير كاينه دو طونسيون، كاينه طونسيون 110 وكاينه طونسيون 24. دونك حنا واحد المساله اللي مهمه الانتباه في هذا الشيما ديال هاد الطابلو هذا. غنحاول نكبر الطابلو باش يبان لينا. هاد الطابلو دو كولور تسمى طابلو دو كولور، مثلا هنايا تيعطيونا لي كولور ديال الخيوطه باش مصوب هاد الارمور الكتريك ديال هاد الماشين، يعني كل اليمونطاسيون كل مثلا عندها الوان ديالها. مثلا عندنا اسي يعني كورون الترناتيف بوار، يعني اليمونطاسيون الترناتيف بلاك يعني باللون الاسود، يعني الخيوط ديالها باللون الاسود. كذلك مثال بالنسبه لاليمونطاسيون دي سي تا هي باللون الاسود، مثلا اسي اوكسيليريز ديال يعني بالاليمونطاسيون الترناتيف اوكسيليير بالريد يعني بالاحمر، الاليمونطاسيون اوكسيليير كورو كونتيني دي سي تا بالبلو يعني بالازرق، الكوموند دي سي بالازرق، بالكوموند الترناتيف ريد بالاحمر، عندنا جرين يعني لاتير كما تنقولوا لاتير، عندنا يلو از جرين يعني فيه الاصفر وفيه فيه الاخضر، عندنا لي كابل اكستيريور اللي كيكونوا اكستيريور اورانج يعني باللون البرتقالي،
دونك هاد الكابليات تيعاونونا باش نعرفوا ان مثلا ملي تنشوفوا الخيط الاسود تنعرفوا ديال الاليمونطاسيون، يعني البويسونس وبالنسبه للاحمر ديال الاليمونطاسيون اوكسيليير، بالنسبه للزرق اليمونطاسيون اوكسيليير دي سي، يعني كوم ديال الكرو كونتيني. ما تنشوفوا مثلا الاحمر تنعرفوا كوموند الترناتيف، يعني هاد بالنسبه لهاد الالوان تتحاول تساعدنا باش نبسطوا كذلك مثال الشيماء الكتريك. دونك حنايا ان شاء الله باذن الله غنحاولوا نمشي واحد الريتم باش نشوفوا بزاف ديال المسائل بالنسبه للشيماء باش ما نتعطلوش فيها. دونك هنا عندنا واحد لاباج ديال باش نقولوا تايبل اوف كونتينونتونس ديال باش نقولوا طابل دو ماتيريال، يعني هنايا ماشي كما تنقولوا ماتيريال بالضبط، ولكن بحال تنقولوا فهرس، يعني كل مثلا كل باش اشنا هما مثلا اشنا كل باج اش علينا، مثلا خدنا مثلا على سبيل المثال 7 و 8 مثلا غنلقاوها تتكلم على ليسامبول، مثلا لقينا مثلا لا باج 20 تنلقاوها على باور سبلاي يعني الاليمونطاسيون، كذلك مثل الباج 20 22 23 بالنسبه ل 22 23 اوكسيليير هاني اوكسيليير باور سبلاي، يعني كما هضرنا على الاليمونطاسيون اوكسيليير. مثلا مشينا للباج 31 تنلقاوها ويل بومب، يعني ديال البومبه ديال الزيت. هنا كل باج تتكلم لينا على مسائل على هاد مثلا. دونك حنايا غنمشيو ندوزو مثلا، دونك حنايا واحد المساله اللي بغينا نفهموها خصنا نرجعوا ليها باش نحاولوا نتبعوها. مثلا تنقولوا مثلا باج 7 قال لك ودي تتكلم لينا على ليسامبول، على ليسامبول حنا غنشوفوا واش فعلا هذاك باج 7 تتكلم لنا على ليسامبول ولا لا. دونك حنا غنمشيو نحاول نصغر باش تبان لنا لاباج. دونك لاباج اللي عندنا هي هذه، هاي بلاصه لاباج لا 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 هنا نحاول نكبر باش تبان لكم. دونك عندنا الباج، ها هي الباج 3. دونك حنا دابا الان في باج 3. دونك حنايا باش نفهموا كيفاش تقرا الشيماء غنحاولوا كما قالوا لنا هنا في الفهرس ان الباس 7 تتكلم لنا على السامبول. حنا غنمشيو للباس 7، حنا 3 ا 3 بي 7. دونك 7 هي الباس 7 عطينا لي سامبول، لا لاحظتي الان دابا عطينا لي سامبول. دونك حنا غنحاولوا نكبروا باش نشوف لي سامبول ديالنا. دونك حنايا بالنسبه لهنايا رولي كوين، دونك حنايا هذه راه تبان لنا انها راه ا فيما تنشوفوا ا1 و ا2 يعني راه رولي ولا كونتاكتور، يعني هادشي راه باين. بالنسبه للكونتاكت ديال الرول تيرميك راه باين. بالنسبه لهنايا الكاز بي ال سي يعني ديال لاطوماس بروغرامابل. بالنسبه لهنا هنا بورت فيزيبل مونو بولير، يعني بورت فيزيبل مونو بولير يعني واحد، هنايا بي بولير يعني بورت فيزيبل ديال دوبل. بالنسبه لهنايا بورت فيزيبل تريف بولير يعني ديال 3، هادو راه باينين ديجا عارفينهم. ها السامبول ديال ديجا مكتوب موتور بوطون مارش كونتاك اوفر. بالنسبه لهنايا الا لاحظنا هنايا تلقاوها بريسوستا، يعني دي سويتش ديال بريسوستا، كذلك مثل الكومنتاتور هنايا بالنسبه لهنا كومنتاتور اوفر. هنا بالنسبه للبوطون ان سي غتلقاو مسدود يعني كونتاك مسدود. هنا بالنسبه لهنايا ديجا ملي تنشوفوا هاد العلامه تنعرفوا انها ايمرجنس يعني الار ديرجونس. هنايا كونت هنايا فلو فوت سويتش يعني ديال الفلوتور كونتاك فيرمي دي فلوتور. بالنسبه لهنايا عندنا هنايا ليمين سويتش ديال الفان كورس وكونتاك اوفر، هنا كونتاك فيرمي. نحاول نشوفوا مازال شي حوايج اخرى هنايا. دونك هنايا عندنا بالنسبه فوتو سيديد، هنايا عندنا بروكسيمي سنسور يعني كابتور. بالنسبه هنايا بروكسيمي سنسور يعني ان كابتور 3 فيل. هنا ترانسفورماتور، هنايا بوندر ديال سمول تتحول لينا طونسيو مثلا من الالتيرناتيف. على لاحظتي هنايا عندنا
الموطاسيون التيراتيف تحول البليس لوما يعني كورون كونتيني، هنايا لا لامب، هنايا ليد، يعني هنايا موتور التيرناتيف مونوفازيك، كذلك مثال هنايا فونتيلاتينغ يعني فان، فان مثلا نقول فان يعني فونتيلاتور، كذلك ملي تشوفوا هذا الرمز هذا تنعرفوا ان فونتيلاتور، يعني هنايا هاد لاباسات تتكلم لينا على ليستانبول. اهم حاجه الشيما اللي عندنا ما نبقاش نهرس راسي، وقيل هاد السامبور راه حكا راه قريت في السونتر يعني هادي، ولا مثلا حق لا راه شفت في واحد الفيديو فلان فلاني راه تعني هادي، لا عندك الشيما غنمشي للشيما ديالي، يعني ملي تنكون خدام بالشيما اللي في يديا تنمشي لاباج ديال السامبول هي اللي تشرح ليا، ما نبقاش نهرس راسي انا حق الشتهانه لا حق شرح لي واحد في الحلقه، لا تمشي للشيما ديالي شوف هما اش قاصدين بها، هذاك السامبول اللي عندنا هما اش قاصدين بها اللي حاطين لنا في الشيما، دونك ما نحاولش انا نمشي بعيد ونبدا يعني نختار شي حاجه ما كايناش. دونك حنايا نمشيو لي باج الاخرين، كذلك مثلا بالنسبه لهنا موتور تريفازي، هنا فيتاس واحد الى تنكبر باش تبان لينا وان روتاسيون سبيد، يعني فيتاس واحد هنايا تو دوبل فيتاس، هنايا لابوبين ديال 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 الالكتروفان، دونك هنايا بوتونسيوميتر لاحظنا، يعني هذا الشيء راه باين، غنحاول مثلا نمشي باش ناكسيليري باش ما يبقاش. دونك هنا وصلنا لاباج اللي تتبين لنا لومبلاسمون ديال لي زاباراي اللي كاين عندنا في الارمار، دونك هاد لي زاباراي هاد لومبلاسمون هي اهم حاجه اللي تخلينا نرتاحوا باش نبقى باش تبقى الشيما ديالنا واضحه. دونك مثلا ملي على سبيل المثال علاش حنا تنديروها تيديروا لنا هاد لي روبير في الطابلو، دونك حنا مثلا هاد لي روبير في الطابلو مثلا تنشوف الشيما ديالي تنقراها تنمشي ديريكت هما الروبير اللي عندنا في الطابلو، يعني نعرف اش من اباراي تتعني مثلا، استنى على سبيل انا نحاول نكبر باش تبان، مثلا ملي تنشوف هاد الروبير ديال كي جي تي 222، حنا غنحاولو نقلبو على هاد كي اش تعني لينا هاد كي 222، نحاول نصغرو نحاول نصغرو لاباج ديالنا، حنا دابا نعقلو على سميتو نحاول نقيدو باش نعرفوها، هي الكي جي تي 222، ديما ملي تنشوفو تي تنعرفوها ترانسفورماتور، دونك حنا غنمشيو باش نعرفو فين جانا هاد دونك هنايا عندنا ديجونكتور، دونك ها هو الترانسفورمر كنحاول نكبر باش تبان لينا، يعني هاد الروبير اللي عندنا كي جي تي 222، دونك حنايا هو هذا الترانسفورماتور ديالنا اللي تيتاليمونطا ب 0400 وتيخرج لنا 230 و 210 و 230، دونك حنايا هنايا مثلا الا بغينا نقل عندنا هاد لادريس ديال هاد الترانسفورم هاد باور سبلاي، يعني اليمونطاسيون الترناتيف لاليمونطاسيون كورو كونتيني، يعني عندنا كي نحاول نقيدو باش نعرفو كي جي جي دي 225 27، دونك حنا نرجعو لارمور ديالنا نبحثو عليها باش نعرفو لومبلاسمون ديالنا، نحاول نكبرو دي 227، نحاول نكبرو باش تبان لينا، الى لاحظتي ها هي هادي كي جي جي دي 227، دونك كما ديجا شرحنا ان تنلقاو لومبلاسمون ديال لاباري ديالنا، دونك هذه هي الطريقه اللي تنحاولوا باش يعطيونا هاد البلون ديال لي زاباراتي يعاوننا باش نعرفوا في اين بلاصه كاين هاد لي زاباري ديالنا. دونك حنا نمشيو نشوفوا في هاد الفاس ديال لارموار، يعني هاد الفاس نحاول نكبروه
مثلا هنحاول باش ما نتعمق بزاف. هنا بالنسبه عندنا هنايا لون بلاسمون ديال لي فارياتور، ملي تنشوفوا الاكس ا ولا اكس 2 ولا اكس ا ولا، يعني هادو لي بورني ديما تيكونوا لي بورني عندنا. دونك حنايا بالنسبه لهاد ديال الفاز ديال الارمور ديالنا، غنلقاو واحد لي روبير عندنا ا و 2 و 3 و 5 و 6 و 7. دونك حنا بغينا نعرفوا اشنو تيعنيو لينا هاد الارقام. دونك حنا غنمشيو، يعني لاحظنا مثلا بحال 7 عندنا هنا سبيد اجيستوم، يعني بوتونسيومتر، يعني كل رقم عندنا في هذاك الفيديو فاز ديال لارموار راه عندنا هنايا الشرح ديالو. مثلا دو بوطون ريسيت ديال لي زالارم، مثلا السانك ديال البوطون اري ايمرجنس، يعني كل مثلا السيس ها هي ستوب اري تا هي يا كل مثلا رقم عندنا الشرح ديالو هنايا. دونك حنا باش نمشيو ان شاء الله، مثلا نشوف على سبيل المثال نحاولوا نرجعوا باش نشوفوا واحد المساله. كذلك مثال بحال من ام او 02 عندنا ايمرجونس ستوب، انا نشوفوا البلاصه ديال هاد الام 2 الى لاحظتيها هما كاينين هنايا، هاد السيستم بوات ديال الكوموند فيهم لي بوطون، ها هي الام او 02 والام الام او 01 حتى هي بوات ديال الكوموند. دونك حنايا هنايا كل حاجه مبسطينها لينا وعاطينا اش تعني اي بوطون اي رقم اي مسائل. دونك حنا نمشيو نحاول نصغر بالنسبة كما شفنا في البلون في الباج ديال السامبول تعني لنا هادي فونتيلاتور. الى حاولنا كبرنا غتبان لينا هنايا انها تعني فونتيلاتور. هاي فونتيلاتور 220 هذا هو لادريس ديالها. دونك هنايا هنا بالنسبه للبورت فيزيبل نحاولوا نمشيو لشي حوايج اخرى باش بان لنا. كما قلنا هنايا الرولي ديجا سميتو معروف. هنا بالنسبه لداري ديرجونس، دونك هنايا بالنسبه لهاد لي كونتاك ديال هاد الرولي اللي عندهم علاقه بهاد الرولي، يعني لادريس ديالهم راه هما هي بحال شفنا كي جي كا ا 302 ها هو هذا هو الكونتاك ديالو، يعني الكي جي كا ا 302. دونك هاد اللي دورو ليها هما لي كونتاك ديالهم. واحد المساله اللي بغينا، اهم مساله اللي خصها يتكونسونطر مع الانسان باش يفهمها ومهمه بزاف. دونك حنا مثلا اللي جينا نشوفوا هاد ال 5، هاد ال 5 ها هو كابل ديال اليمونطاسيون سونديس، يعني اليمونطاسيون اوكسيليير. دونك حنايا الا شفنا مثلا تلقاو مثلا عندنا هاد الفليش، هاد الفليش وتلقاو هاد الارقام، اش يعنيو لينا هاد الارقام؟ هادي هي اهم حاجه في الشيما اللي خص الانسان يعرفها ويتبع مزيان. دونك حنايا غنمشيو بشويه بشويه باش نفهموها. الا لاحظتي غنقيدو، غنحاول نقيدو هاد لادريس اللي عندنا. هاد لادريس عندنا مثلا كابل ال ال 5.1 وعندنا قدامو 70، هنحاول نكبرها باش تبان، نحاول نكبرها باش تبان ونتبعو معايا في هاد المسألة. إلا لاحظتيها هو ال ال 5.1 عندنا 70.4 أ، هنقيدوها 70.4 أ. واحد المسألة تنشوفوها ديما، ربما الإخوان ما كاين اللي عارفو كاين اللي ما عارفهاش، ماشي بالضبط انا ما غيكونش عارف كل شيء، اللي تيقرا شي مره غيكون عارفها. هاد الارقام، هاد الارقام عندنا 1 2 3 4 5 6 وعندنا الأ والبي والسي دي. دونك هاد الارقام وهذا هو الدور ديالهم، ماشي لادريس ملي تنشوفو حنا مثلا 70 الكات أ، يعني تنقول لاباج 70 الخانه 4 مثلا، بحال هاد الخانه 4 المقابل للخانه أ، يعني هاد الخانه 4 المقابله للخانه 4 ال ا. دونك حنا غنتبعوا هادشي باش نشوفوا نيت واش فعلا هادشي اللي قاصدين به ولا قاصدين شي حاجه اخرى. دونك عندنا حنا خصنا قال لك اودي هاد الاوكسيليير ال 5.1 غير مشينا لاباج 70، حنا غنمشيو لاباج 70. دونك حنايا دابا في لاباج 30، ها هي الا لاحظتي 30. دونك غنحاولوا نمشيو 31 40 42 45 47 60 62 70.
اوكي، لادريس اللي عندنا هو ال L5.1 في لاباس 70 في الرقم الخانة 4 مقابل الخانة A. دونك حنا هادشي اللي عندنا خصنا نتبعوه، غنحاول نكبر باش تبان لينا هنايا. دونك عندنا هذه الخانة 4 المقابل الخانة A، فين كاين هذا الخيط؟ هو هذا. ها هو لاحظتي، ها هو ال L5.5 اوكسيليار. مي فين بادي؟ بادي لينا في الخانة 4 كيما عطينا هما في الشيمة اللي فايتة. إلا لاحظتي هما عاطينا عاود كذلك مثال، جاي هذا الخيط من الباج 30 الخانة 8 المقابلة الخانة بي. حنا غنحاول نشوف نعاود نكرر واش نشوفو نيت واش فعلا كاين في هذيك لادرس. نقيدو عاوتاني الباج 30 الخانة 8 المقابلة الخانة بي. دونك نصغرو باش تبان لينا لاباج، نرجعو 30 47 45 42 40 31 30. اش كاينين لينا؟ قال لينا الصفحة 30 الخانة 8 مقابل الخانة بي. دونك فين هي الخانة 8؟ هي هذه الخانة 8، انا نكبرها باش تبان. هذه الخانة 8 المقابلة للخانة بي، ها هي بي، ها هو لادريس اللي عندنا. دونك عندنا الخانة 8 مع الخانة بي، هذا هو الكابل اللي تنقلبوا عليه. دونك هاد المسألة مهمة، خاص الإخوة اللي ما عارفينهاش، ملي يكون يقرا الشيما ويبان لي هاد لادريس هادو، راه ماشي حاطينها مع ها هكاك، يعني راه عندهم واحد المعنى ديالهم. خاص الإنسان يعرف كيفاش يقرا الشيما ديالو. هاد لادريس راه مهمة، هاد لادريس مهمة بزاف، هي اللي تسهل عليك انك ما تبقاش تشد الورقه وتبقى تقلب على اوكسيليار حقا، نبدا ندور على الشيما كامله وانا تنقلب على مثلا هاد ال 5.1. لا، عاطيني الصفحه وعاطيني الخانه بالضبط، يعني ما غيكونش عندي مشكل انا غنبقى نقلب. دونك هذه اللي بغيت، هذه المساله بغيت باش نبينها للاخوان ديالي. نشوف حوايج اخرى عاوتاني ان شاء الله باذن الله. لي سامبل الكتروفان مثلا، بالنسبه للالكتروفان راه باين لادريس ديالو مثلا الايكغ في 312. الى مشينا للشيما ديال البلوماتيك راه غيبان لينا. بالنسبه لهنايا واحد المساله مهمه عاوتاني، حتى هي بالنسبه للي كنا شفنا في ليسامبول، تتعني لنا ان فلوتور ديال فلوتور كونكوا. الى جينا نشوفوا هنايا غنلقاو ان فلوتور تتعلق بالريزيرفوار دو ويل، يعني النيفو ديال الويل ديال الزيت. كذلك مثال كاين مسائل اخرى بالنسبه للفارياتور، بالنسبه للفارياتور دو موتور. دونك حنا الى لي مونطاسيو كما العاده 380، عندنا هنا لي بورت فيزيبل يعني تريفازي، عندنا هنا كونتاكتور دولين، هنا عندنا موتور ديالنا. نحاول نكبر نقرب باش يبان لينا الموتور ديالنا باش نعرفوا البويسونس اللي عندنا ديال 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 الفارياتور. دونك عندنا 1.1 كيلو وات، الوزن ديالو 940 غرام. موتور ديال لونطري، يعني ديال لونطري والتوب. واحد المساله كذلك مثال بالنسبه لي زادريس، زادريس مثلا ملي تنشوف هاد لادريس، هاد 24 منين جايه؟ يعني جايه انا من الباج 40 الخانه 4 المقابل الخانه او، يعني هاد المساله راه واضحه. بالنسبه عندنا واحد هنا، عندنا واحد طابلو هنا، هاد الطابلو تيديروا بالنسبه للفارياتور، باش انا ما نبقاش مثلا تنشوف هاد البورن وتنقول او ديالاش هاد البورن مثلا ديالاش، خصني نمشي مثلا للكاتالوج ديال الفارياتور عندنا نقلب ونعرف ان مثلا انا شي علي لي هاد البورن مثلا اللي لاحظنا دي اي 2 مثلا، نحاول نكبر باش يبان. دونك حنا عندنا الاي هاد دي اي 2 اوت فاش فايش سبيد. دونك حنا ملي تنشوفو مثلا هاد الاي 2، ها هو البورن، ها هو الاي 2 تعني لنا انه ديال لا فيتيس. مثلا ملي غنجي نشوف مثلا اي دي اي 3 هاو، يعني ملي تنقولو افون، ها دابا يعني لنا هذا راه بورن اللي تتحكم لنا في لافون. ملي جاينا هاد البورن
ملي جاينا هذا الكابل ديالو مثلا، هذا الكابل ا 124.0 راه جاينا مثلا، جاينا من لادريس مثلا 104.سي. دونك حنا غنقلبوا على 104.سي، نحاولوا نمشيو لاباج 104، 104 الخانه 2 المقابله الخانه سي 104. ميه وجوج، ميه وثلاثة، ميه وربعة. دونك حنا غنحاولو نكبرو لادريس ديالنا. اش قلنا؟ قلنا الميه وربعة ادريس لادريس ميه وربعة، الخانة جوج، المقابلة الخانة سي هي هادي. دونك ها حنا فين لقينا لادريس ديالنا، يعني الاوت ديال اوتومات، فهمتيني؟ يعني ها هو اون خرج لينا من لوطومات. دونك هاد المسائل هي دي الطريقه كيفاش يمكن لينا اننا نقراو الشيما ديالنا.